السلام عليكم، معكم إيمون، وفي هذا الفيديو الإضافي سأتحدى المشتركين جميعا. نعم، بعد نشر فيديو أصعب المهمات في سلسلة GTA، البعض قال إن مهمة المروحية سهلة جدا، وأنت على حق، هي سهلة نوعا ما، ولكن أنا كنت أقصد أنها مسألة شخصية وسببت لي معاناة عندما كنت صغير في السن، وأريد أن أكتشف من منا الأصرع. لهذا نشرت منشور بهاشتاغ تحدي المروحية. انشر فيديو على اليوتيوب وأنت تلعب المهمة وحاول أن تتغلب علي وعلى المشاركين في هذا التحدي إذا كانوا موجودين أصلا، ثم انشر الفيديو على تويتر مع الهاشتاغ وهذا كل شيء، أو انشره فقط على اليوتيوب حتى يعتبر دليل قوي. ضع اسمك بشكل شفاف في أسفل الفيديو ولا تقطع مشاهد منه، أنا أحذرك. والجائزة، لا يوجد جائزة، هذا فقط تحدي من أجل تحدي، تحدي يعني. لقد حاولت أن أتغلب على نفسي لأكثر من 5 مرات، استطعت أن أحصل على نتيجة جيدة. تركت المؤقت على 3 دقائق و17 ثانية، وإذا تركت المؤقت على مدة أكبر يعني أنك قد كنت أسرع. وبعد أن تشاركوا أنتم سأحاول التغلب عليكم في فيديو آخر، في فيديو غير مدرج سأشاركه على المنتدى وأحاول التغلب على الشخص الذي تغلب علي لأنني الأفضل. أعرف أن هناك أشخاص حققوا نتيجة أفضل مني قبل سنوات، ولكن هذه مسألة شخصية بيني وبينكم أنتم وأنا. وسبب التحدي هو لأنني فكرت في الأمر، وليس لأن المهمة صعبة وعلينا أن نتحدى أو شيء من هذا القبيل. سأترككم مع الفيديو بالتأكيد بدون تعليق، لأني إذا تكلمت فسوف أتشتت. نعم،
ونعم أعرف بأنها سهلة ولا داعي لتذكيري بذلك كل 5 ثواني بأنها سهلة.